فضيحة كلان إيمديس الجديد. طبعا كلكم بتعرفوا أن كلان الريل أرمي انغلق، والإخوان إيمديس وآدم قرروا يفتحوا كلان جديد واللي سماوه سوبر إكزيتر، على أساس ما راح يكونوا فيه مزيتين مثل الريل أرمي. فاليوم وأنا في طريقي للماستر في كلاش سكواد التقيت 2 أعداء من هذاك الكلان، وطبعا الإخوان طلعوا مزيتين. لا والأكثر كمان إنه واحد مفعل فاس سويتش بالأم ويقول لك مش مزيتين، يعني كيف كيف؟ ولكن النتيجة تبع الجيم بلاي راح تصدمكم. طبعا ما تنسى اللايك وسبسكرايب وخليكم مع الفيديو. خلو كسرتي ديرك اهي كلان زيت كلان زيت زيتين اوت. لا حول ولا قوة الا بالله. لا خلص كودا شوية ايوا يال يال ويقول لك ريال ارمي وما عرف شنو مزيتين مزيتين الزوج هذوك. واه انا عارف كان جيكس ولا شبرا كان نبقى هذا ماشي كان البوتات جيجن اللي ما عنده شي يدو باش يلعب مش يعمل زيت جيجن هاكم تفكروا بزاف يال يال زيد دابا دابا هذا ماشي معقد دابا هذا ماشي والو لعب فري فاير اين فري فاير يا سادة على بالك اللي كانوا في كلان جيكسو خرجوا كاع ولا واه ضد كلان هادي كلشي يعرفهم راهم زيتين يحط الكذبة ويتيقوها فاهم لوجيك يدير الزيت وين بغيت نعرف كي داير وقال لك كلين كيفاه درت لها ما نعرف لا شاد ايم والمنطق فهمت المنطق طار خليك فيها ضربة لوكا واحد حشيشة هنا بقى ما تجيش حشيشة زيت هذا ما تنوكاوش سيركت الحشيشة قلت لك حشيشة ما تجيش حشيشة وات يا جيت بلعبوا اللوت يا ربي هذيك مزيتة الطفلة يا داك المعاق يا داك المعاق يا داك اللي ما عندوش يدو باش يلعب يا داك اللي كيلعب برجله يال اش كي داير المعاق كي داير لا حول ولا قوة الا بالله تايا لازم نتلعب نتلعب مع فري فاير ها فري فاير ها كلش راه عمره العمر ياك انا ما جبتكش لعب بيها ولا كيفاه يا ودي راح ناس كنت درتيها شي حاجه قبيله جي جي صح المزيت يعني يور مايكروفون بليز الاخ جي جي اي مزيت اي ما تقلش لي معايا هو انبوت يا ربي يكون انبوت هو هذا المزيت ها والله غير اجي تعال وتعمل الزيت هذا المره الجايه اعمل الزيت المره الجايه اعمل الزيت يا البوتات لاوات نوابا ياس ما عندك يدين تلعب بيهم يا ربي ما تشفر اريح جمع يدك يا الخو والله غير جبنا عليهم راوند وحده انا بغيت نعرف حاجه وحده شو بتستافدوا لما تعملوا الزيت قلت لي معايا مزيت ها سمعت هو في السويتش فري فاير صارت لعبه حروب الهاكرات وان فينا اسمع انا نسمع وقالس يضرب الاوان بحال راه يضرب انفو ولا ام بي 40 يزلتو يا اشوف يجي واحد في التعليقات راسه مربع يقول لك ما مزيتينش كيفاش انا بغيت نفهم كيفاش عاملين لي السحور واقيلا وات كيفاش ما مزيتينش واحد هكا ينقص كيضرب كيجيبها فيك قال لي ما مزيتينش ايوا يا لعب يهديك ربي صبر على روحك ما عنديش تلج يا منين اشوف هاكي سبامي كيجيبها فيك شوف والله غير جيجي فري فاير دارت معايا ليجي كاين اول مره نفرح يطيح معايا مزيت ونفرح نطيحو في بلاك ليست تاعو سير كاين والله غير اسطوره كلان الريل ارمي بوتات استفزاز كميه استفزاز لي بالماكس يا البوتات هذا شاري هاك ب 100 دولار داخل شاري ب 10 دولار عطيه يا ودي ديروا الزيت في كونتوم كونت لي في كونت قديم من فاير باس 7 على السادس ديال القراصنه يا يعني المعطوب ريح بيدك يا ودي راه يضحك على بنادم يضحك على واحد عنده 5 سنين كيف يتفرج فيه ها
انت شوف كتبان 150 ها كتبان كتصرفها كاي جيجي طاها اسطوره تاعها فنش ولا غاتفنش بوتات بوتات ديال الزيت واش هو بنادم ما فهمش باش كيفكر برجلو بنادم كيفكر بعقلو هذا كيفكر برجلهم شحال مشيت من الزيت غتستافد انا شي اللي باغي نفهم بغات شي بنت واحد يخرج شوف السويتش والله تا السويتش شوف 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 يا ربي جيجي طيب يا عطاني وان طاب والله إذا عطاني وان طاب 997 يا أنا معاق أصلا جيجي والله غير أول مرة يطيح معي هاكر ونفرح طيب زيدو شو كيعرف بالله يشوف عطاني العسل شو الله يتفص السويتش أقسم بالله إلا فص السويتش ها اشتوش لا صاحبي ماخذ ولا معاقين كيقول لي دابا نتفاهموا انا هاد اللي معايا عطيني حاقد زيت حاقد فري فاير دارت معايا احسن حاجه في حياتها هي طيحت معايا في هاد الجيم هذا واحد مزيد يعني ولا حروب لاكارات هذا كيضرب في هذا الا فطا معلي يعني دابا نخرج غنخرج نموت ولكن احنا خارجين فهمت هم اللور كاع فين غير نشوفهم مزيت وتخلى فين؟ اروح على الضروة 8 كاع ليمن شنو نطلع له؟ اوكي اسمع اسمع كاين كف سير لازم نحكي من المزيد كامل ها نوكيت المزيد والله تا نوكيته انعس انعس هداك المهرس هايدك خليك خليك جالس سربرايز لا تزعل اي ديمتري صبر 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 سيك الفابور اي والله تربحنا والله تربحنا ومزيت هاي والله وربحنا فضيحة بمعنى بأصح معنى الكلمة شوف جايب 15 كيل هذا معاق تبا لكم اشوف انا جايب 7 كيلات يا ربي ما يكونش مزيتين يحيدوا العلم زيتين لعب في خاطري صافي الحياة سهلة هذا هما اعلى ما اظن عنوابه أحا غير نضحك يعني نضحك أصبر يا كي مجموعين ما راح تفوزوا بمئة دولار وفيه أشهاد لعب الباشر لعب على دارهم خايف لا يخسر كي مجموعين يا صاحبي زيت الحلال شفتي زيت الحلال كيفاش كتكون مخلط بين الاصفر والاحمر احم ديمتري يال شفت ابغى لك الخير يا اسطى كي المجاني شو اتفرج فيه ولا ايه شو بدك بدك اشي انا غير عاونتك لانه كان راح يقتلك الاول نوك داون الثاني نوك داون شفره ام مش شفره زعما الثالث نوك داون ايه ده سلاو وفيه يا ابني كيموتوا غير بوحدهم هادوما ولا كيفاش غير اللي تشوف فيه تلقاه مات كيفاش ماني عارف والله مانيش عارف علاش قضيت عوام لماذا الله اعلم الذكاء ويلي 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 اقوى ام في العالم عملت هكا باش ما تقولش مزيت احم ولكن هادي خصكم تقولوا ضروري مزيت ايزي يا ودي الزيت حلال حنا فهمت زيت طبيعي ما كانش زيت ارقان زيت الزيتون والسوس تاكيدات وما تنساش لايك سبسكرايب ونتلاقاو في الفيديو الجاي